هنعرف آخر الاستعدادات من خلال متابعة زميلنا محمد سعيد مراسل قناة الأهلي للتدريبات وشغل الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري مع نجوم ولاعبي الفريق. محمد مساء الخير. مساء الخير زميلي محمد الجندي، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. قول لنا ايه اخر التطورات واخر الاخبار من خلال تواجدك في الملعب وطبعا على هامش تدريبات الفريق، قول لنا اخر المعلومات اللي توصلت اليها النهارده. اخر المعلومات اللي توصلت اليها يمكن عايز اقول لك منذ لحظات الجهاز الفني انهى المحاضره الاساسيه والرئيسيه للفريق عقب تناول وجبه العشاء داخل فندق الاقامه، وهي محاضرات مهمه جدا بيعقدها الجهاز الفني للاعبين من اجل الاستعداد الفني وفي نفس الوقت الاستعداد النظري للمباراه القادمه هي مباراه المولي العرب. والحديث عن المحاضره وحديث الكابتن حسام البدري مع اللاعبين في هذه المرحله بالنسبه للمباريات المتعاقبه في الدوري العام، يمكن الكابتن حسام يعني قال كلمه مهمه جدا للعيبه خلال المحاضرات الاخيره وحتى النهارده، قال لهم احنا هنلعب مباراتين مع المقاولون العرب في مده وجيزه في اقل من 96 ساعه، لكن احنا بنتكلم عن المباراه الاولى، يعني رفض ان هو يتكلم عن احداث المباراه الثانيه او الاستعداد للمباراه الثانيه الا لما يكون الاهلي لعب المباراه الاولى، بحيث ان هو مش هيتكلم عن المباراه الثانيه الا لما يكون يشوف نتائج المباراه الاولى، سواء لو في انذارات او لا قدر الله في اصابات او حسب نتيجه المباراه الاولى عندما يواجه الاهلي فريق المقاولون العرب. وبالتالي الجهاز الفني بيشتغل على المباراه الاولى فقط وكل مباراه على حده، وبيدرس المقاولون العرب من خلال بعض الهايلايتس اللي اعدته اللجنه الخاصه بالاحصاء والتحليل لفريق المقاولين في الدوري العام عن مباراه الغد باذن الله. ده هذا شق فني وشق نظري. اما بالنسبه للتدريبات، كابتن حسام يمكن اشتغل النهارده مع الفريق في المران ليله المباراه على الجزء البدني الخفيف والمران الترفيهي اكتر، بحيث ما يكونش فيه اجهاد وما يكونش فيه حمل بدني زائد على اللعيبه، خاصه ان المجموعه اللي بتشارك في المباريات الاساسيه خلال الفتره الاخيره بيحتاجوا 48 ساعه للاستشفاء ما بين مباراه واخرى، فبالتالي الجهاز الفني النهارده كان تدريب خفيف ما استمرش حوالي اكتر من ساعه، لكن سبقوا حوالي 30 دقيقه محاضره فيديو داخل غرفه خلع الملابس. كل اللعيبه شاركت في التمرين ما عدا طبعا اللعيبه المصابه واللي خرجت من مباراه المولين المعسكر زي علي معلول وزي ايمن اشرف وسعد سمير واحمد حمدي ومروان. ما هو ده اللي بيخلينا نسالك دلوقتي، ده مرتبط بكلامنا عن القايمه وعن اختيارات كابتن حسام البدري اللي هنستعرضها معاك ومع مشاهدينا دلوقتي. كابتن حسام اختار لهذا اللقاء 21 لاعب: محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، باسم علي، محمد هاني، محمد نجيب، صبري رحيل، احمد فتحي، محمد عبد المنعم، عمرو السليه، هشام محمد، حسام عاشور، عبد الله السعيد، جونيور اجاييه، وليد ازارو، صلاح محسن، باكا، احمد ياسر ريان، ميدو جابر، واسلام محارب، وكريم ندفد. هل ده كان يعني لسبب او اخر الامور فرضت نفسها على الكابتن حسام، ولا دي اختياراته يعني بحريه كامله امامه كل الاوراق، ولا في بعض الغيابات او الاصابات او عدم الجاهزيه اللي فرضت عليه انه الاختيارات بتستبعد عدد من نجوم الفريق في هذا اللقاء؟ هو لو نظرنا يا كابتن زميلي محمد الجندي لاختيارات الكابتن حسام بالمباراه السابقه وهي المباراه الحاليه، يعني مثلا المباراه السابقه كان صبر رحيل خارج قائمه ال 18، المره دي هو متواجد في القائمه وبشكل كبير سيتواجد في التشكيل الاساسيه او سيتواجد في قائمه المباراه غدا، خاصه ان علي معلول الظهير الايسر الوحيد في التشكيله الاساسيه اصيب وخرج من استعدادات مباراه المقاولون العرب. ايضا ايمن اشرف احد الحلول الفنيه اللي كانت بتشارك في خط الدفاع وقد يكون مشارك في الجبهه اليسرى نتيجه اصابه علي معلول اصيب هو الاخر، فبالتالي اصبح لا بديل امام الجهاز الفني سوى صبر رحيل للتواجد داخل القائمه. المشاركه الاساسيه او المشاركه او التواجد في القائمه هو اختيار فني سيتحدد غدا، لكن لو نظرنا الى عدد من اللاعبين ايضا مثل باقه، يعني خلال الفتره الاخيره اللائحه والقائمه المحليه تخبرك على تواجد ثلاث لاعبين فقط في قائمه المباريات، وبالتالي خروج علي معلول ايضا من قائمه مباراه المقاولون العرب يعطي الفرصه لتواجد باقه مع وليد ازارو ومع جونيور اجاييه في التشكيله او في قائمه ال 18 غدا. اذا بعض الاصابات بعض الغيابات قد تعطي حلول فنيه للجهاز الفني في اختيارات عدد من اللعيبه من اللاعبين خلال المرحله القادمه او تحديدا في مباراه المقاولون العرب. ولا اخفى عليك سرا ان دائما وابدا خلال الفتره الاخيره خط الدفاع هو الخط دائما المليء يعني الحظ السيء نتيجه اصابات عدد من اللاعبين، يعني اصابه سعد سمير، اصابه رامي ربيعه، ايمن اشرف اللي بيجيد هذا المركز خلال هذا الموسم بشكل رائع جدا اصيبه للاسف خلال المباراه الاخيره امام نادي الاتحاد السكندري، وبالتالي اصبح لدى الجهاز الفني عوده محمد نجيب اصبحت هي الشيء اللافت للنظر انه سيغطي هذا الثغره الدفاعيه بتواجده
بجوار محمد هاني، احمد فتحي او باسم علي، اي منهما تتواجد في الجبهه اليمنى، تتوقف على مشاركه حسام عاشور في وسط الارتكاز، خاصه ان عاشور يعود لقائمه المباراه اليوم بعد غيابه عن المباراه السابقه. اذا زميل الجندي محمد الجندي، هي اختيارات بتتوقف على حاله بعض اللاعبين، استعدادات بعض اللاعبين، وايضا الاصابات التي تطرا على قائمه الفريق نتيجه ضغط المباريات خلال الفتره الاخيره. اخيرا، هل الكابتن حسام واللاعبين بيتكلموا عن التركيز على المباراه دون النظر على الاطلاق لفارق النقاط بيننا وبين المنافسين؟ هل التركيز ده الجهاز حريص على انه ينقله طول الوقت للاعبين عشان ما يبقاش فيه اي نوع من التراخي او حاله الثقه المبالغ فيها نظرا لفارق النقاط الكبير؟ اكثر حاجه لاحظتها في تصريحات الجهاز الفني بخصوص مباراه المقاولون العرب خلال الساعات القليله الماضيه، ان التركيز اكثر هيكون على مباراه المقاولون العرب الاولى. يمكن يعني الفريق حتى في عدد من اللاعبين او حتى وسائل الاعلام منشغله شويه اكثر بناحيه الاحصائيات والارقام، ان الاهلي هيلعب مباراتين مع نفس الفريق خلال 96 ساعه، وده ما اتكررش منذ حوالي 25 30 سنه. فالجهاز الفني ركز على الجزئيه دي وقال انا بركز على المباراه الاولى فقط. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الجهاز الفني واللعيبه شايفه مباراه بكره مباراه مهمه جدا. ليه؟ لان هي مباراه مؤجله، الفارق 9 نقاط امام اقرب المنافسين فريق النادي الاسماعيلي، الفوز باللقاء المؤجل يوسع الفارق الى 12 نقطه، وكلما زاد فارق النقاط كلما اعطى اريحيه للاعبين والجهاز الفني في المباريات القادمه مع تولي المباريات، خاصه ان شهر فبراير سيرى الاهلي فيه عدد من المباريات المضغوطه في مسابقه الدوري العام من حوالي من 4 إلى 6 مباريات حتى نهايه هذا الشهر، وبالتالي الجهاز الفني يرى ان الفوز على المقاولون في المباراه المؤجله مباراه حتميه، الانتصار فيها هام جدا لتوسيع الفارق وايضا تصدير الاحباط للمنافسين بان مسابقه الدوري مع كل مباراه بتقترب شيئا 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 فشيئا مع فريق النادي الاهلي. بشكرك زميلنا محمد سعيد مراسل قناه الاهلي.